خلونا نروح بقى، اتكلمنا عن نادي الزمالك، اتكلمنا كمان عن مؤتمر المناخ. في حاجة امبارح كمان سعيدة اكيد لكل المصريين حصلت امبارح، وكانت تحديدا في انجلترا. والحقيقة انه كان الرهان على ملك اللعبة كالعادة ما بيخيبش زي ما احمد قال، رهان على النجاح، رهان على التفوق والتحدي واثبات الذات، رهان على الثقة بالنفس وعلى القدرة على تغيير مجرى الاحداث والتغلب على كل حاجة وصناعة الفرحة وتصدر المشهد. يعني باختصار شديد جدا في كلمتين، الرهان على محمد صلاح. ابو مكه امبارح بيقول من غير ما يتكلم ولا اي كلمه انه اي حد اتكلم عن عليه في الفتره اللي فاتت، اي حد اتكلم عن تراجع مستواه وتاثره برحيل ساديو ماني او مستوى ليفربول السنه دي المتراجع جدا، فهو بالتاكيد مخطئ. محمد صلاح في حته تانية ملوش دعوه بكل ده. صحيح لسان صلاح ما اتكلمش، لكن رجليه الشمال الذهبيه تحديدا هي اللي اتكلمت وقالت كتير قوي امبارح. بالظبط، ولو ده رهان انت بتتكلمي عليه يا انجي، ده رهان على الاستمراريه، ان شخص يستمر في التألق. السيزون ده البعض زي ما قالت انجي اتكلم وتريق في بعض الاحيان، صفحات كتيره جدا عالميه اتكلمت ان صلاح لسه نايم السيزون ده في البريمير ليج، لكن صلاح قدر يتفوق على نفسه وقدر يحرز هدفين امبارح في فوز ليفربول على توتنهام. هل صلاح هيتفوق على نفسه زي ما تفوق في المواسم اللي فاتت؟ هل صلاح هو صلاح ملك اللعبه، فخر العرب، الايجيبشن كينج؟ فعلا امبارح بيتكلم برجليه الشمال اللي بتقول وبتتكلم وبتحكي حكايات. شفنا امبارح هدفين رائعين بيسجلهم محمد صلاح، مساهم بشكل كبير جدا في فوز فريقه امبارح. الماتش الثالث او الرابع الكبير تقريبا اللي ابو مكه بيخلصه للريدز بمجهود فردي يحسد عليه، ويا بخت اللي كابتن محمد صلاح في الفانتازي، وانا واحد منهم امبارح كابتنت محمد صلاح ودايما براهن على محمد صلاح ما بيخسرش ابدا. بالظبط، يعني محمد صلاح حتى مع تالق ايرلينج هالاند انا عندي ثقه جدا في محمد صلاح في الفانتازي.